معايا عبر الهاتف الآن واحد من المنضمين حديثا لمنتخب مصر مع الكابتن حسام حسن، وكانت مفاجأة حلوة لينا جميعا لأنه لاعب رائع جدا ومميز جدا، واحد من اللاعبين اللي نحب دايما نشوفهم متألقين في الدوري المصري، كابتن أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي ومنتخب مصر. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا، وألف مليون مبروك التواجد في قائمة المنتخب. حبيبي ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله بخير؟ الحمد لله والله كله تمام. مفاجأة ولا كنت متوقعها؟ والله انا كنت اتمنى ان انا ابقى موجود الفترة اللي فاتت دي كلها، بس الحمد لله طبعا ده نصيب، والحمد لله اللي انا موجود معاهم ده، يعني كنت اتمنى ان انا ابقى موجود قبل كده، بس ده يعني خير يعني الحمد لله. حد كان مبلغك قبلها ولا النهارده بس عرفت؟ لا لا بصراحة اتفاجئت النهارده لما لقيت صحابي بيكلموني والقائمه كانت نازله على النت، فما حدش كلمني. لا كنت فين بقى؟ خدت الخبر ده فين؟ كنت بره ولا في التمرين ولا في مع اصحابي؟ والله كنت قاعد مع اصحابي بره، فكذا حد كلمني وبتاع، فكذا حد كلمني عشان يبارك له كده. كنت قاعد مع اصحابك؟ اه يعني انت اللي دفعت تمن العشاء؟ ايوه طبعا. ايه اللي حصل؟ فدام اي حاجه طبعا. صح كده. طيب قول لي احساسك ايه وانت اول مره تخش قائمه منتخب مصر في مباريات رسميه ومباراتين في منتهى الاهميه، مباراتين في تصفيات كاس العالم؟ بقى حضرتك انا مبسوط جدا ان انا موجود في منتخب مصر وفي بطوله كمان، يعني تصفيات كاس عالم ده حاجه كبيره، فكنت اتمنى ده من بدري، فالحمد لله جت في وقتها، وانا شغال عادة في اي وقت ان ابقى موجود ابقى قد ثقه الجهاز الفني والناس اللي مختاريني، فالحمد لله انا مبسوط جدا ان انا موجود، وان شاء الله نقدر كلنا باذن الله نحقق اهدافنا كلنا. مين اول حد بارك لك بدخولك قائمه منتخب مصر؟ والله احمد رأفت وكيلي هو اللي كلمني. والله هو اللي كلمك اول واحد؟ اه انا حتى عندي الحاج كانوا حين التلفزيون والله من الصبح مستنيين القايمه وكده لحد الساعه 11، فاكيد هو اللي كلمني والله بارك لي. مهمه ثقيله جدا فكره انه تتدرب تحت قياده الكابتن حسام حسن افضل مهاجم في تاريخ منتخب مصر، يعني انت تحديدا او اي مهاجم بيلعب مع الكابتن حسام حسن الملحوظات عليه بتبقى كتيره جدا، يعمل مجهود كبير جدا يعني. طبعا الكابتن حسام يعني قيمه وقامه كبيره للناس كلها، وكمان خصوصا هو كان يعني فرود وانا فرود، فبصراحه انا اتعلم منه كتير في الملعب، وبصراحه يعني انا مبسوط جدا ان انا موجود مع كابتن حسام وموجود في منتخب مصر، وان شاء الله نقدر نحقق هدف صعود كاس عالم الفتره دي ان شاء الله. وكيلك هو بيكلمك بيقول لك على قائمه منتخب مصر وتواجدك فيها، قال لك حاجه على الاهلي والزمالك؟ لا لا والله انا مركز كل تركيزي الاول في منتخب مصر، ابقى موجود في منتخب مصر، وبعد كده ان شاء الله كل حاجه ثانيه امرها سهل ان شاء الله. كابتن احمد امين اوفا مهاجم نادي انبي ومنتخب مصر منضم حديثا للمنتخب لمباراتي تصفيات كاس العالم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. هنكمل مع حضراتكم وهنتكلم كمان عن مباريات الدوري النهارده، كان في بعض وكثير من مباريات الدوري، هنروح لفاصل، بعد الفاصل هقول لكم شويه تفاصيل في المباريات ديت وشويه حاجات كده قد تبدو غريبه شويه، بس بعد الفاصل نتكلم.